الجدل في هذا الشأن في الداخل، هل بدأنا نشعر أن هناك دفعة جديدة، جيل جديد، جيل أهم شيء هذا الجيل الجديد يريد أن يشارك بالانتخابات أم لا؟ يعني واضح أن هناك انقساما في هذا الصدد منذ أن بدأ المواطنون الفلسطينيون في الداخل يشاركون في انتخابات الكنيسة. هناك طبعا حركة قوية تدعو إلى المقاطعة على أساس أيديولوجي، لأنه لن يأتينا أي شيء من تحت قبة البرلمان الإسرائيلي. وهناك حركة سياسية تعتبر من الحركات السياسية الكبرى أيضا تدعو جهارا إلى مقاطعة الانتخابات، أقصد الحركة الإسلامية الجناح الشمالي المحظورة. ولكن على ما يبدو أن هذه الدعوات للمقاطعة لا تسقط على آذان صاغية، لأنه كما تعلم أن نسبة التصويت بين الفلسطينيين في الداخل وإن كانت في الانتخابات الأخيرة أقل من المستوى المطلوب، ولكن مع تشكيل القائمة المشتركة في انتخابات 2015 ارتفعت إلى نسبة لا بأس بها. بالمناسبة في التقرير ورد أنه في انتخابات أبريل حصلت القائمتان على 11 مقعدا، والصحيح أنهما حصلتا على 10 مقاعد. الآن في هذه الانتخابات أعيد تشكيل القائمة المشتركة، وأنا يعني من ربما اطلاعي عن كثب على ما يدور الآن من معارك انتخابية، هناك حماسة في الشارع للتصويت للقائمة المشتركة لإعادة إنتاج الإنجاز الذي تحقق في انتخابات 2015 من دون بناء أوهام بأن زيادة التمثيل العربي في الكنيسة. ماذا يعني أستاذ أنطوان أن يكون التمثيل ب 13 مقعد أو 11 أو حتى الأقصى حسب بعض الإحصاءات أنه ممكن أن يذهبوا إلى 19 مقعد؟ طبعا هذا يعني نوعا ما رقم يعني في مبالغة، بس ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا يمكن أن تقوم حكومة في إسرائيل بدون الدخول في مفاوضات مع هذه القائمة. يعني وبالتالي المشاركة مهمة. المشاركة أنا أعتقد أنها مهمة على مستويين كما أشار البروفيسور كامل، أولا على مستوى الحقوق المدنية، ثانيا على مستوى الحقوق القومية، لأن الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون نفسهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وجزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. لولا القضية الفلسطينية لما كانت هناك مشكلة تمييز إسرائيلي أو مشكلة علاقة أقلية وأكثرية يهودية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المشاركة مهمة. يضاف إلى ذلك أن الجدل القائم بين الداعين إلى المشاركة وبين الداعين إلى المقاطعة هو أن المقاطعة لا يمكن أن تشكل برنامجا بحد ذاته، المقاطعة يمكن أن تكون وسيلة من أجل برنامج. إذا كان هناك برنامج يمكن أن تخدمه المقاطعة يمكن أن نضع أيدينا ببعضنا البعض.